وفي وقفة تحليلية ينضم إلينا من كنتاكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت الدكتور إحسان الخطيب. دكتور إحسان أهلا بك، تابعنا لتونا أهم ما قال وجاء على لسان جو بايدن، حيث قال دولتان لشعبين أهم الآن من أي وقت مضى. هل الهدنة اليوم من الممكن أن تكون خطوة حقيقية نحو إنهاء الحرب والبحث والبدء بخطوات جدية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من جذوره؟ تحياتي أولا. يعني أعتقد أن كلام بايدن هو كلام إنشائي عمومي وليس هناك خطوات عملية. أمريكا ما تفعله هو إدارة الصراع، managing the conflict. هي تعرف أن لا تستطيع أن تفرض حل على إسرائيل، لأن إسرائيل هي تقول، يعني الليكود يقول إسرائيل من النهر إلى البحر، هناك نصف مليون مستوطنين في الضفة الغربية، هناك حرب في الضفة الغربية إضافة إلى حرب في غزة. ومنذ البدء يعني أعلنت إسرائيل شعار الفاشي محو حماس، يعني محو غزة، وأرادت اتخاذ الهجوم أكتوبر حجة لإفراغ غزة من شعبها، لجعلها مكان غير قابل للحياة. ولكن الصمود الفلسطيني هذا الأسطوري، إضافة إلى الموقف العربي الممتاز خاصة موقف مصر، أفشل المشروع الإسرائيلي إفراغ غزة. فماذا تفعل اليوم إسرائيل؟ يعني تدور في حول مفرغان، تريد إمارة حماس، والحماس ما زالت موجودة، هي تفاوضت بشكل غير مباشر مع حماس عن طريق مصر وقطر، وأدت إلى الإفراج عن بعض المعتقلين. لو فعلا هي هذا ما تريده، لكانت استطاعت أن تفرج عنهم منذ زمن، منذ اليوم الأول. لكن الذي تريده إذن واشنطن سيد دكتور إحسان، ما الذي تريده؟ ويعني بناء على كلامك أنه كل تصريحات واشنطن هو كلام إنشائي لا قيمة له في ظل الإيقاع العسكري الذي عاشه القطاع خلال شهر ونصف. نعم، يعني شوف الذي يحصل هو أنه وافقت أمريكا على توصيف إسرائيل أنها يجب محو حماس. فعندما تقول عندما يقول محو حماس، من هي تشكل حد أدنى 40% من الحركة الوطنية الفلسطينية، ويقول أنه حماس زي القاعدة وتنظيم الدولة، وليس هناك إنسان عاقل أو صادق يعني يقول أن حماس هي القاعدة أو تنظيم الدولة. هناك يعني فرق كبير، يعني يمكن مقاربة الأقرب لوضع حماس هي الطالبان، مع بعض التفاوتات، لأن الطالبان متشددة أكثر اجتماعيا بالنسبة للمرأة والحقوق العامة، ولكن هي جزء من الحركة الوطنية الفلسطينية. يعني بحبهم الوحدة ولا بحبهم، هم جزء من الواقع الفلسطيني. والقول أنه يجب محوهم، شو محوهم؟ هو جزء يعني محو غزة. يعني الغلط الأمريكي، الخطيئة الأمريكية هي تبني الرؤية الكاذبة الإسرائيلية. وكانت إسرائيل فكرت حالها الحركة الصهيونية، فكرت أنه ممكن استغلال هذه الأزمة لتفريغ غزة من شعبها، لتفريغ لترحيل هؤلاء الناس إلى مصر. مصر قالت لا، ما في كلمة ثانية. الأردن أيضا قال ذلك. فوجدت إسرائيل وضع أنه أمريكا على جانبها 100%. لماذا تقدم أي تناسلات؟ يعني أمريكا شريكة في الحرب تماما، يعني هي تشارك في الحرب على غزة. وأمريكا حتى المفاوضات هذه لم تكن لتنجح لولا تدخل بايدن شخصيا فيها. فهناك تدخل في المفاوضات، هناك تدخل في الحرب، وهذه حرب أمريكا، وهذه مفاوضات أمريكا أيضا. أمريكا يعني لا تستطيع أن تقدم أي شيء إيجابي. نعم، إسرائيل قالت إنها ستوسع من عملياتها العسكرية في غزة وتتجه نحو الجنوب. من وجهة نظرك، كيف ستكون واشنطن قادرة على احتواء تداعيات توسيع هذه الحرب البرية إلى جنوب غزة على صعيد الموقف الدولي؟ نحن نتحدث عن تداعيات إنسانية وخسائر في صفوف المدنيين، لأنه في الجنوب الغزي ستكون الخسائر مضاعفة، لأن الجنوب بات يعني الملجأ الوحيد لسكان غزة، حيث لا مكان آمن. نعم، ليس هناك مكان. ذهبوا من الشمال للجنوب، أين يذهبوا اليوم؟ هذا هو السؤال. يعني تمشي أمريكا مع إسرائيل في هذه السياسة، في هذه العملية العسكرية. أنا أعتقد هناك إشارة أنه ربما أمريكا
تقتنع إلى حد ما بموضوع التفاوض وكحل، يعني إشارات أنه يمكن تمديدها وقف إطلاق النار إذا تم تبادل زيادة في الرهائن مع الوقت، يمكن تمديد هذا وقف إطلاق النار. والموقف العربي ما زال يضغط على أمريكا أنه يجب وقف إطلاق النار بشكل دائم. الرأي العام العالمي ما زال يدخل في هذا الاتجاه، هناك دول غربية مهمة قالت يجب وقف إطلاق النار، فهناك تحول. يعني الموضوع هو أمريكا، هل بايدن يقتنع أنه الاستمرار في هذه الحرب؟ يعني لو اقتنع بايدن شخصيا في ذلك تنتهي الحرب. حتى يعني بالنسبة لإسرائيل ليس بحاجة للضغط على إسرائيل، لأنه هو شعبيته في إسرائيل هو الأكثر شعبية بين كل السياسيين بإسرائيل. بايدن يعني بايدن هو زعيم إسرائيل اليوم، هو أهم من نتنياهو بالنسبة لهم. طيب، فهو إذا اقتنع بهذا انتهت الحرب، انتهت هذه الحرب. نعم. طيب، ما الذي اليوم هناك تسوية، هذه التسوية مدتها 4 أيام قبل التمديد، خلينا نسميها تسوية تبادل أسرى جزئية، ما الذي يمكن استخلاصه من هذه التسوية؟ هل من تسوية سياسية ستنهي الحرب بشكل فعلي وتام؟ في أمل في ذلك، حجم الأمل هو موضوع آخر، ولكن هناك أمل. يعني العرب، موقف العربي هو مفاوضات، عملوا مفاوضات تبادل. مصر قالت ذلك، ما لا أحد يعرف غزة مثل مصر، مصر هي اختصاص غزة، حماس اختصاص قطر، قطر تعرف حماس أكثر من أي طرف آخر، وهم قالوا لن ندخل بالمفاوضات، حماس عندها استعداد للمفاوضات، وأمريكا أيضا تميل إلى موضوع المفاوضات ولا التبادل. ولكن إسرائيل، يعني نتنياهو المشكلة، نتنياهو استمرار الحرب هو استمرار نتنياهو في الابتعاد عن المساءلة. نتنياهو انتهى سياسيا، يعني هو على اللايف سبورت. هلا لما تنتهي الحرب تفتح ملفات المساءلة، وانتهى وغاب نتنياهو سياسيا، ربما يذهب الى السجن حتى. فمشكلة هي امريكا، هل تقتنع امريكا انه نتنياهو شيء واسرائيل شيء اخر، وتتخلى عن نتنياهو لانه مصلحة نتنياهو ومصلحة اسرائيل لا اعتقد هناك تطابق بين هؤلاء المصلحتين. نعم، أشكرك دكتور إحسان الخطيب، كنت معنا من كنتاكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة مور ستيت، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل والإضافات.